بدك هيك وصفة وهذا المنظر الشهي، إذا بدك هيك منظر شهي فورا شوف الفيديو كيف رح نحضره وبلشي معي خطوة بخطوة ورح تطلع طيبة مثل ما أنا مجهزتها. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم من قناة رحف 2011 كيتشن تيوب. طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم الفيديو طبعا رح نعملنا هيك أكلة صينية مرتبة بالقريديس. انا من النوع بعشق الاكلات البحريه واكلات المعكرونه، فقط رح نسوي اليوم ريديس. عندي هون منظف جاهز 450 جرام، وعندي هون 450 جرام كمان برضو من المعكرونه، اي نوع انت بتفضلي ما في مشكله. بدي كمان برضو فليفله حمراء وفليفله خضراء، بصل وليمون، بدي اخذ منه عصير معلقتين ليمون. عندي كمان برضو ثوم، عندي كمان برضو حبتين من الجزر مقشرين خالصين. عندي كمان صويا صوص، طبعا ما بدي كتير منه بس يعني جهزتها جنبي مني لأنه نحط صويا صوص. ننتقل للبهارات، عندي معلقة صغيرة من بهار الثوم، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وبدي كمان معلقة متوسطة من دبس الفليفلة الحد. بما ان اكلة صينية اجبالها تكون هيك شوي حدة شوي مو كتير، يلا مباشرة خلونا نبلش بالفيديو. عندي اول شي هون مية عم تغلي، رح ننزل فوق منه المعكرونة بسم الله، وبدي نزل عليهم معلقة صغيرة من الملح. طبعا انا ما بحط زيت بالمية المعكرونة بس تنسلق هي وعم تتصفى، بحط لها زيت زيتون. يلا من هون ما تنسلق عندي المعكرونة رح بلش اقطع بالخضرة. عندي هون رح بلش اخذ عندي حبات البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، بدي اعملهم جوانح تمام، يعني هيك شرحات شرائح، شو بتقولوا له كل واحد له لغته ولهجته. بسم الله رح بلش اخذ الجزر حبة حبة، بسم الله رح اقطعهم اول شيء هيك، بعد منها رح بلش اقطعهم كمان نفس الشكل شرائح رقيقة. بصراحة هاي الاكلة كتير ادمان، دايما بساويها، طبعا بناتي كتير بيحبوها، زوجي نفس الشيء بيحبها، وانا نفس الشيء بحبها. هاي الاكلة عن جد كتير كتير طيبة، ويعني ما بتاخد كتير شغل معك، وبتوقع اذا دقتيها وجربتي نفس الطريقة رح تقدمني عليها، خصوصا اذا كنتي من عاشقة الاكلات البحرية. هي هيك قطعناهم، شايفينهم كيف. يلا ننتقل للفليفلة، بسم الله نفس الشيء رح نقطعهم شرائح، واذا انتو كنتوا ملاقينا كتير حبة كمان طويلة هلا نقسمها بالنص. اوكي بسم الله، بعد ما قطعتها رح اخذهم هيك، صاروا كلهم نفس الشيء على ما اظن. هاي الكمية للمعكرونة عندي كافية، يعني ما رح اساوي كل القرن الفليفلة لانه لقيته كتير كبير ما شاء الله. رح اخذ الفليفلة الحمراء كمان نفس الشيء، نصه يعني نص قرن فليفلة خضراء نص قرن فليفلة حمراء اذا كان هيك كبير. هاي قطعنا الفليفلة الحمراء، رح نقسمها مثل الفليفلة الخضراء، دي هنكونوا كلهم نفس الشكل. صفى عندي التوم، التوم بدنا يكون عنا هيك 6-7 حبات فصوص من التوم، يا بتعمليهم شرائح مثل ما انا هلا عم ساويهم، يا اما بتهرسيهم على الجهتين طيبة تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، رح ننزل عندي زيت زيتون، هي بطيبة زيت الزيتون. مباشرة رح نزل عندي الثوم نحمصهم شوي، ما بدي يصير لون تبعها زهر، اوكي يعني ما بدي كتير تتحمص، بس مجرد ما هيك طلعت ريحة الثوم عندي بالطبخة رح نزل فورا عليها 450 جرام من القريدس او الجمبري او الروبيان، كل بلد الى لهجتها. رح نقلبهم، بس يتغير عندي لون القريدس تمام
ساعتها بنقيمه وبنحطه بصحن جانبي. وبعد ما اتحمص انا عندي هون القريدس مع الثوم اخذت نكهة بعضهم البعض، رح نحطهم على طبق جانبي عندي هون. ورح نزل عندي البصل، طلع عندي الزيت زيتون تغير لونه من القريدس، صار لونه هيك شوي على حمار. وهذا الدسام بيطلع هلا على البصل وعلى الخضار اللي رح نحمصهم. بعد ما حمصتهم يعني نص دقيقة فقط لا غير، هي حلاوتها هي الأكلة الصينية إنه بتاكل الخضرة يعني مستوية، بس فيها هي القرشة هيك الناعمة، عرفتوا هيك القرشة الخفيفة اللي تعطي نكهة طيابة لهالطبخة عندي. رح نحمص الجزر تقليتين، ورح نزل عندي الفلفل الخضرة والحمرة. رح نزل عندي دبس الفلفلة، نحمصها شوي تعطيني فكرة وقت نحمصها يعني. رح انزل بالبهارات كلها، رح نحمص البهارات مع الخضرة. يا ماما يعني لازم هاي الأكلة بس تنطبع تصير ريحة المطبخ كلها من الأكلة الصينية، هي اللذاذة يا لطيف. انا فلقت عندي المعكرونه، بحطها لمده 7 دقائق ل8 دقائق فقط لا غير. رح اخذ هيك حب انا يكون في صوص بالطبخه، رح ناخذ مقدار كبزايتين يعني من الصوص المعكرونه او مية المعكرونه اللي انسلقت، نحطها فوق الخضره. هي صفيت المعكرونه، رح نزل عليها هلا الزيت لانها تستلق، ما بحط الا زيت. رح نعمل لهم التقليبه البسيطه هاي. ولو زاد عندك معكرونه اذا ما حبيت تحطي كل المعكرونه هون، لو زاد راح اضيف ربع كوب من الصويا صوص. رح نعمل تقليبه بسيطه للخضره، رح ننزل عليها نرجع عدد القريدس والثوم والصوص اللي نزل منهم. يا عيني هي ما يكون فيها ملوحه كثير، اوكي، لانه في صويا صوص يعني خفيف في الملح تبعه. رح نعمل هالتقليبة يا لذيذ يا رايق. ونعصر عصرة خفيفة من الليمون، يعني بقدر هيك معلقتين ليمون فقط لا غير، تطلع هيك بين الملوحة والحموضة نكهة مختلفة تماما. رح نقلبهم شوي مع بعضهم، ورح ننزل مباشرة بالمعكرونة اللي سلقناها. بسم الله، رح نبلش نقلبهم مع بعضهم البعض. شكرا على الوان حلوه ما شاء الله. هيك بتكون صارت معنا الطبخه جاهزه، ويلا خلونا نقدمها. وهي هيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. شوفوا لي ما شاء الله على هاللذاذة ما احلاها، اللهم صل على النبي. بتمنى منكم انكم تجربوا، لانه عن جد نكهتها كثير دمار. خلونا هيك ناكل لقمه مع بعض، أرجيكم هاللذاذة. شوفوا شوفوا على هالصوص ما شاء الله، رايح نيفا. تعال نشوف القريدس طية، بس خلينا ناكله. يا لطيف يا هم لالي، بتمنى تجربوها وبعتوا لها رفقاتكم خلوها يجربوها معكم. شفتوا طريقة سهلة، أسهل منها ما في. بحبكم كتير، ما تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل كل جديد أنا بنزله من قناتي. بحبكم كتير. باي باي.